سي صافي. إذن اليوم فما أخبار منذ قليل راجت على بمفاده أنك التحقت بكتلة قلب تونس، كان نوضحه معناتها للمتابعين والتوانسة الكل. مجرد نكتة هكا، في ناس يحبوا ينشروها بس نكتة ما تضحكش. لكن شفنا أنا دخلت للقاعة نتاع قلب تونس، قاعتهم الخاصة، يعني سلمت عليهم، عندي أحباب فهم احتفلوا بي، يعني احتفال كبير، يعني عملنا صور مشتركة مع بعض، يعني شيء من دماء. ماني منتمي لأي حزب ولا حتى لأي كتلة، لكن عندي أحباب في كل الأحزاب، أنا صديق الجميع. تم شيء دونك تنفي المعلومة هذه نفي قاطع السفير؟ ما في شيء، قلت لك مجرد تحية. كيما ندخل مرات مكتب النهضة، مرات مكتب حركة الشعب، مرات مكتب التيار، مرات كل واحد عنده مكتب، كل كتلة عندها مكتب، ندخل الحي أنت تسلم. تم شيء أنا بين الشباب يعني يحتفلوا بيا، ليه؟ نقول لهم ليه ما نصوروش، ما نحتفلوش، ما نحبوش بعضنا. واضح سي صافي. بخصوص ربما الحكومة وني الثقة، إلى حد الآن ما زالت الرؤية لم تتضح؟ إلى حد الآن ما زالت الرؤية، إلى حد الآن المنسوب ضعيف، وإلى حد الآن الثقة لم ترتفع، يعني وإلى حد الآن في صعوبة، في صعوبة لا أعتقد أنها ستمر. ولكن فما حديث على أنه فما ابتزاز لبعض النواب، عدد من الملفات، في أحاديث كثيرة وفي لعب بالأعصاب، في لعب بالأعصاب، حتى النواب يتعرضوا لضغوطات كثيرة منها حرب الأعصاب، في حرب أعصاب، لكن لا شيء واضح إلى حد الآن، ولا أعتقد أنه سيقدرون على جمع 120 أو حتى 110 أو 100 يعني، أو في شك. حركة النهضة صباح حذرت من المرور لحكومة الرئيس، واعتبرت أنه عدم مرور حكومة الجملي سيشكل خطر على تونس. حذر من حكومة الرئيس، إذا مرت مرت، إذا هذه الحكومة لم تحظى بالثقة فسوف تمر. هم أخذوا فرصة شهرين، كان ممكن يأخذوا فرصتين، مش فرصة، خلوها فرصة واحدة. اليوم أصبحت معلقة هذه الحكومة في الحظ، إذا مرت فإنها ستمر بالحظ، وكثير ما يلعب الحظ. لأن السياسة في بعض الأحيان تبدأ لعبة النرد، ولكن ربما مستقبلا قد تعترضها العديد من الصعوبات، خاصة في أكيد حتى لو مرت، حتى لو ولدت هذه الحكومة ستلد عليلة وفقيرة الدم وفقيرة الخيال، وأنا لا أعتقد أنها قد تلد ميتة كما قلت. موقف ربما سؤال أخير، موقف صافي سعيد من إن لم تمر حكومة الجملي، ومرينا الفصل الثاني معناتها من الفصل 89 من الدستور، موقف صافي سعيد من حكومة الرئيس، هل باش تساندها؟ طبعا ساندوها وكونوا مساهمين في مساندتها، ونستطيع أن نجمع لها تأييد، ولكن على أن تكون بالتشاور أنا مع شخصياً أحظى بعلاقات جيدة مع الكتل، مع جميع الكتل تقريباً، ولما لا يساند على أساس أن تكون حكومة قوية، عندها رؤية، عندها مشروع، عندها مشروعية، عندها شرعية أيضاً، مش حكومة هكذا جاية من فضاءات أخرى. يعني هل سيتوفر لها الحزام السياسي الكافي داخل البرلمان؟ نعم سمعتكش. هل سيتوفر لها الحزام السياسي الكافي داخل البرلمان؟ إذا مررنا إلى حكومة ما يسمى بحكومة الرئيس، سيكون لها إن شاء الله حزام سياسي، وإذا عرفت الحكومة كيف تستقطب الإجماع، وعرفت كيف تبني على الشرعية، وعرفت كيف تأتي بحكومة عند رؤية، رؤية متماسكة ومتحدة وشاملة، هذا هو المهم. فما ربما سي صافي معناتها الناس يشوفوا أنه إن كان يوسف الشاهد على رأس حكومة قيس سعيد فلن يصوتوا للحكومة وربما يعرضوها. أنا ما نصبروش الأحداث، أنا أول واحد كنت نقول ربما ربما، أنا لا أعتقد أن يوسف الشاهد سيكلف هو بحكومة الرئيس، لا أعتقد،
وإذا هو حصل وأن اقترح لا أعتقد، لا أعتقد إذا كان الناس يريدون المرور والنجاح لا أعتقد أن بيوسف الشاهد هو الذي سيوفر هذا الحزام اللي تحكينا عنه. مشكور سي صافي عايشة.